في مناطق اليمن بيقدروا يرجعوا عليها، اللي كانوا معارضين للنظام في اماكن والمعارضه للنظام بيقدروا يرجعوا عليها، واللي مع النظام في اماكن كمان للنظام بيقدروا يرجعوا عليها. اغلبيه المهاجرين، اغلبيه النازحين الموجودين عندنا هن مهاجرين اقتصاديين، سبب وجودهم هون هو اقتصادي بحت. مبنى الأمم المتحدة لأنه كفينا، ما بقى بلدنا بيحمل لا السوري ولا غير السوري. هيدا البلد كفيه يدفع فاتورة عن كل الدول بالشرق الأوسط. لبنان بحق له يعيش بسلام وطمأنينة، واللبناني يعيش بأرضه. اليوم نحن جايين نطلب من كل العالم ونفسر له ونخبره انه نحن بنأكد لهم لبنان هو للبنانية، لبنان منه لولا ولا شعب اجنبي، منه لولا شعب جاي ياخذ مطرح اللبناني وشغله وحياته وبيته وارضه. نحن بنرفض اي غريب على ارضنا مين ما كان يكون.